الخلاصة على مدار 43 سنة مصر بتحقق ده بالنسبة للعجز الأولي أو الفائض الأولي. وبعض الناس بيقولوا، وأنا قريت واحد بيقول لي هو أنتوا اخترعتوا حاجة اسمها فائض أولي وعجز أولي؟ إحنا ما اخترعناش، العالم ما بيعترفش بالعجز الكلي، العالم بيعترف بالأولي. طب وإيه الفرق بين الاتنين؟ الأولي ده بيقيس قدرة الدولة، هل لديها إيرادات تقدر تغطي بيها كافة مصروفاتها باستبعاد خدمة الدين الفوائد ولا لا؟ لأنه لو عندها إيرادات تزيد عن مصروفاتها، يبقى في جزء فائض أهو سنة مع سنة مع سنة تقدر تخفض الدين بتاعها، لأن في فائض من الأولي. فهو بيقيس الأولي، ودايماً ما بنتكلم عن مؤسسات تصنيف ومؤسسات الدولية يقول لك أنا يهمني بس شوف لي الأولي ده، أنت هتقدر يبقى عندك إيرادات تزيد ولا لا عن مصروفاتك، وسيب خدمة الدين دي على جنب. باستثناء فترة حرب الخليج وباستثناء السنة بتاع 80-90، مصر لم تعرف على مدار 43 سنة إلا عجز أولي. عجز أولي معنى ما عندهاش إيرادات كافية تغطي مصروفاتها، انسى خدمة الدين.